كنقول لهم عيد مبارك سعيد، يدخل عليهم بالصحة والسلامة وكل ما كيتمناو إن شاء الله بطولة العمر. عيد مبارك سعيد والله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وكل ما كتمناو إن شاء الله، وفي هذا العيد هذا حاولوا ديروا الخير بزاف. كلهم كل عام وانتم بألف ألف خير، وعيد أضحى مبارك يدخل عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر. عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة لكل مغاربة وكل ما تمناو إن شاء الله، والله يخلينا لبعضياتنا ويخلينا المغاربة تاعنا وجمهورنا الكريم. مبروك العيد والله يدخلوا عليكم باش تمنيتوا بالصحة والعافية إن شاء الله. وليداتنا تاهما مبروك عليهم العيد، والله الله يجعل الصحة والسلامة لكل من هو مسلم. كنقول لهم عيدكم مبارك سعيد والله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. والسلامة المغاربة كاملين، وكيف كنقول دائما إن شاء الله يا ربي يدم علينا الأمن والسلام ويعم علينا الخير. ناس فبراير كنقول لكم مبروك العيد إن شاء الله باش ما تمنيتوا بالصحة والسلامة وطولة العمر، وتهلاو في الوالدين. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.